امرك عجيب يا الحاج. هو انا رايح اتخانق معاه عشان اخاف منه ولا من رجالته؟ انا رايح اقنعه زي ما عمدتنا ما جات. تحب اروح امتى يا عمده؟ بكره. وهبعت مشرقي معاك احتياطي برضه. على فين العزم النهارده؟ زي كل يوم. يعني الدايره ولا الحقانيه ولا المشوار الغامض؟ مشوار غامض ايه اللي بتتكلم عنه يا صبيه يعني؟ ما تستهونش بذكائي يا لطيف بيه. انا عارفه ان في ايام بتنزل من هنا على انك رايح الدايره او الحقانيه، لكن لا بتروح هنا ولا هنا. حضرتك ماشيه ورايا جواسيس ولا استجوبت السواق؟ ما انا لو كنت عملت كده كان زماني عرفت بتروح فين بالتحديد. يعني مجرد رميت الصناره كده عشوائي، يا خابت يا صابت. ها لا يا لطيف بيه، ده احساس وملاحظه. عموما دي غلطتي يا ست هانم ان جبت لك روايات بوليسيه عشان تقريها. ارجوك طمني، ايه اللي شغلك؟ انا كنت فاكره ان بعد سفر البرنس انك هتفضلي. الحقيقه صفيه هانم انا ما كنتش ناوي اكلمك في الموضوع ده، لان الحاجات دي بصراحه ما تتقالش الجنس الحريم. لكن لما انت فتحت الموضوع ده النهارده خفت ان الظنون تاخدك بعيد عن الحقيقه، قررت ان اصارحك. مش مجرد لان انا خايف عليكي من الشك والقلق بس، لا، انما الاهم من كده لان انا واثق في رجاحه تفكيرك وقدرتك على حفظ الاسرار. ميرسي على ثقتك دي. قول لي بقى. بصراحه يا صفيه هانم انا بشتغل بالسياسه. ايه؟ بشتغل في السياسه؟ انا مش فاهم. يعني يا هانم بزاول نشاط سياسي، طبعا نشاط مش علني، لأن شغلي في الحكومة وجودي في دائرة البرنس يالمز تحتم عليا إني أخلي نشاطي السياسي كله بعيد عن الأنظار، خصوصا عن أنظار وزارة الداخلية، وبالذات عن حكمدار مصر الإنجليزي راس الباشا. أنت فاكرة طبعا يا صفية هانم أول ما اتجوزنا مصطفى باشا كامل كان لممنا حواليه، وبعديه محمد بيه فريد لحد ما اتنافى وراح ألمانيا وتجمد نشاط الحزب الوطني. اضطريت ان اجمد نشاطي وابتعد عن الانظار، واستمرت كده فتره لحد من حوالي سنتين بس حصل اتصال بيني وبين مجموعه من الوطنيين المهمومين بقضايا مصر وضروره تخلصها من الاحتلال البريطاني. الغريبه ان لقيت الناس دي شبهي، واهدافهم واهدافي هي اهداف كل المصريين. هم دول من انصار الخديوي عباس اللي عاوزين يرجع للعرش؟ المساله اكبر من خديوي والسلطان، المساله قضيه مصر واستقلالها. والحمد لله الحرب خلصت، وان الاوان ان مستر ويلسون رئيس امريكا ينفذ وحده. هو رئيس امريكا كان وعدنا بحاجه؟ مش احنا بس، مستر ويلسون وعد انه هيساعد كل الدول والشعوب اللي بتنادي بالاستقلال اذا امريكا والدول المتحالفه معاها كسبوا الحرب. اللي فهمته ان الدول دي هزمت المانيا وتركيا كانت معاها، طب ايه وضع الاتراك دلوقتي؟ انا هقول لك يا ستي. ادخل. مرضينا ساعة ابني. نعم، في ايه؟ في واحد قال لي ادي الجرنادة لطبي. وريني يا ستي. روح انت. ايه يا ترى؟ ده الاهرام. خير، في ايه؟ غريبة. في ايه يا ترى الجرنادة؟ ده خبر عليه دايرة بالاحمر. اسمعي يا ستي، جاء في انباء وكاله هفاس ان القلاقل تسود الامبراطوريه العثمانيه نتيجه هزيمتها في الحرب. ومن ابلغ الدلائل على هذه القلاقل انتحار البرنس يالمز بيار بان القى نفسه في البسفور وغرق. وهناك اقاويل تقول ان سبب هذا الانتحار اشتراكه في مؤامرة ضد الصدر الأعظم الذي يسيطر على الإمبراطورية العثمانية بيد من حديد، نتيجة لضعف الخليفة محمد وحيد الدين. البرنس بتاعنا؟ هو برنس يالمز بيار. معقول؟ راح لقضاه برجليه، فاكرة لهفته على السفر؟ أيوة، بس أنت كنت دايما بتقول لي انه دلدول وعديم الشخصية. هو الدلدول عديم الشخصية ما بيموتش يا هانم؟ لا بيموتوا، بس يعني دول بيقولوا انه مات في مؤامرة. تلاقيه بط على بوزه واتورط فيها، ضحكوا عليه ولا كلهم انضحك عليهم. الله يرحمه. يا ترى برنسيس كزمات عاملة ايه دلوقتي؟ ويا ترى نوراي هتعمل ايه؟ طب ما تكلم العمدة فتح الله لطيف بيه. مين اللي عايزنا غفير؟ واحد بيت سأل على جنابة، بس نسيت اسمه. العفو والسماح يا سيدنا. طب روح ابعد بعيد.
سمع صوتك يا لطيف بيه. أنا كنت هتصل بيك النهاردة بس أنت سبقتني. أنا بخير. كلنا بخير والحمد لله. لا أنا كنت عايز منك طلب صغير. أيوه سراية البرنس عايزينها تتفتح وتتوضب. وكل الخدامين اللي كانوا فيها بيشتغلوا ويرجعوا تاني. لا لا أصل جماعتنا نوراي هانم حامل والحمد لله وهتقضي شهور الحمل كلها هناك في مصر. ايه؟ في ايه؟ عايز تقول لي حاجة يا لطيف بيه؟